انطلاقة غير متوقع خالد الصاوي. خالد شخصية متلونة جداً وفنان متنوع جداً، جوكر، يقدر يلعب أدوار كتيرة قوي من الممثلين اللي موهوبين جداً، عندهم قدرة على الخلق، هو خلاق جداً، عنده قدرة على استغلال الفضاء الفراغ اللي حواليه ويخترع أداء من كل المحيط اللي هو بيبقى حواليه. التمثيل من غير عافية، التمثيل من غير لوي ذراع، التمثيل اللي هو جاي عن فهم وعمق كبير جداً، هو ده خالد الصاوي في رأيي. من الحاجات اللي دايماً بطلب من خالد إن هو يقلل منها حاجتين، الأكل الخطأ والعصبية المفرطة أو الحماس الزائد. أكتر من دور لعبهم خالد الصاوي في زواجي من سالم، الصداقة اللي نشأت بينه وبين زوجي وقعت في مصلحتي بمعنى كبير، بيتفقوا عليا بشكل فيه خفة دم لكن مش بشكل فيه شر يعني. المهم نحسب تأثير خالد الصاوي في الجمهور في أي عمل يرتبط اسمه باسم خالد الصاوي. شفت مسلسل القاهرة كابون، شايفة إنه عامل دور هايل هو ومجموعة العمل كلها، وكأن هذا العمل اختار أصحابه، اختار ممثليه أو كتب لهم خصيصاً، لأنه اختار كوكبة من أهم ممثلين مصر وجمعهم مع بعض في عمل جاد مهم هادف. أحب أقول لخالد لو سمحت خلص قراية الفيلم اللي عندنا يا خالد اللي عايزين نعمله مع بعض. بشرى الجميلة. بشرى حبيبتي أختي الصغيرة، وفي فضل كبير من والدها الله يرحمه دكتور أحمد عبد الله. طبعاً ده من أعلام حركة السبعينات، كلنا تعلمنا منه. مفكر سياسي. طبعاً مفكر سياسي وراجل ومؤرخ لحركة الطلبة في السبعينات، وناشط اجتماعي طبعاً، وده أهم من السياسي، وأنشأ حاجة في عين الصيرة مش ممكن تزول ابدا، كيان ثقافي واجتماعي. اما كبشرى بقى فهي يعني غير محبتنا كاشخاص، هي موهوبه جدا، وانا رايي انها يعني ما جاتش الظروف والفرصه انها تطلع يمكن نص موهبتها لغايه دلوقتي، بس ده هيحصل ان شاء الله قدام، يمكن لانها ظروف حياتها بدات متهيألي تخدم اكتر طموحها ده، وعندها حق في كل اللي قالته وحاضر حاضر الشغل. طب قولي، بتشوف بشرى مختلفة عن والدها ولا فيها كتير من بشرى شخصية يعني فيها كل الروافد اللي فيها، يعني تقعدي مع مامتها فتلاقي فيها من مامتها، تقعدي لو معرفتك بوالدها الله يرحمه هتلاقي فيها طبعا الغرس موجود، بس البصمة الشخصية بتاعتها موجودة وبقوة، بقوة جدا كمان. ومميزة بشرى. جدا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.